إدارة الرجاء في الاستقبال. ليست إلا خطوات ويلتقي وليد نجمه المحبوب أمين الرباطي الذي سيهديه أجمل هدية. اش كتعاود القرايه كي داير القرايه مزيان احنا غادي مزيان واخا صعيب بين توفق بين الدراسه هي صعيبه شويه شويه الحال لونطريمون داك الشيء احنا غادي ولكن خص ضروري القرايه ضروري القرايه ولكن ان شاء الله تاخذ شويه بشويه باش تاخذ الوقت باش تريني شويه ان شاء الله وتكون ان شاء الله انت من اللعابه اللي كاينين ان شاء الله في البطوله وفي الاحتراف ان شاء الله علاش لا بهذه المناسبه كما حصل لي الشرف انا نجي عندك وتقدم لك كما تنقول نقولوها عادي الصباط عادي باش في سميتي خصيصا جاب على قبلك باش يبقى عندك هذا شكرا بزاف باش تبقى ديما تفكرك بيك ضروري انا نتفكرك بلا صباط صافي شكرا بزاف شكرا الرباط لاعب كبير كيعجبني بزاف وتقريبا بديت كنتبع فريق الرجاء ونتبع البطوله الوطنيه من احسن لعابه اللي كيعجبوني بحكم انني نلعب تقريبا في نفس المركز اللي كيلعب فيه هو وكنتمنى من الله نكون لاعب بحالو ورباطي رغم انتقادات رغم كل شيء كيبقى لاعب كبير صراحه لاعب اللي يحمل القميص الوطني ويحمل قميص ديال فريق كبير اللي هو الرجاء ومثلنا على احسن وجه صراحه وانا كنتمنى نكون لاعب بحال سي امين ان شاء الله ونحمر وجه كما تيقولوا الوالدين والناس اللي دايرين بيه ان شاء الله.